اليوم راح تكون لنا وقفة نتكلم فيها من رجال الكويت اللي شدوا هذا اليوم، كان لهم عطاء مختلف سواء على الجانب الإعلامي على الجانب الاجتماعي. نرحب بضيفنا العزيز اللي حرص اليوم يكون معانا في برنامج أهل الديرة، وهو الفنان القدير اللي كل حبه الكبار الصغار عبد الإمام عبد الله. أرضك هذه لما خليتها مو بكيفك، يعني أنت مو رايح مثلا وناسة، سمعت؟ خليتها غصبا عنك على الأحداث اللي صارت فيها. حسينا أن بدون وطن ما نسوى شيء، بدون وطن ما نسوى شيء. الناس الآن سواء من أعظم الأمة أو من الشعب الكويتي يتعب وحمد ربه على النعمة اللي هو عايش فيها. صحيح. والله العظيم الأرض هذه ماكو مثلها في الدنيا. أقول لك بالعافية قدمها الله يعافيك. هذا يبي جيش يا ولد الحلال. لا لا أهل الديرة في رمضان في الأوقات التالية.